حبايبنا معنا اليوم موقع يعني اكثر من رائع اسمه توتوريال كارت. توتوريال كارت ححط لكم الرابط في الديسكربشن اسفل الفيديو. موقع تعليمي بحت بشكل مبسط وسلس للكثير من الاشياء، وطبعا يعني مبين قدامك على اساس انها لايبراري متعدده، ففيك تتعلم شغلات تتعلق بالسيلز فورس من ناحيه الادمن والابيكس والاس او كيو ال الى اخره، من الجماعه المهتمين بهذا المجال الساب بمجالاته كثيره، الاكاونتنج، الداتابيز، الاو اس توتوريالز، البروجرامينج، وهون عندك لغات البرمجه المتعدده اللي فيك تتعلمها من اي تو زد، وفي عندك اللي هو الماك اي او اس والاباتشي والويب ديفلوبمنت اللي هي لغات الويب ابلكيشنز، البروجكت تولز والاونلاين تولز. فلو ترجع على لغات البرمجه وتختار لك اي لغه، لو بدك تتعلم مثلا البايثون، فلاحظ هون عندك اللي هو اليونتس او التوبكس اللي راح تتعلمها في هاي اللغه، واي توبك فيك يعني مباشره بنعمل له اكسبلور هون، وبتنزل يا سيدي وبتشوف الدروس والامثله والشرح من اي تو زد لكل هاي المواضيع، وتتنقل فيها بتفاصيل كثيرة، وفي فيديوهات حتى كمان عن الشرح. ففي عندك ثيوريتيكال كنظري، وفي عندك فيديوهات تتفرج وتشوف اي توبيك انت مهتم فيه. لاحظ هون عندك تكبس على مثلا get started، في عندك install python بتكبس عليها، linkable بوديك على مكان اخر كيف تنزل البايثون and so on من a to z. والله عجبني هذا الموقع يا جماعة، هذا الموقع اكثر من رائع اللي اسمه توتوريال كارت، وحبيت اشارككم اياه. اذا عجبكم يا ريت لا تبخل علينا بلايك وكومنت لطيف مثلكم، وبشرفنا تشتركوا بالقناه عن طريق الضغط على زر سبسكرايب اسفل الشاشه على اليمين. تحياتي.